يا دعوة حق وبيان يا قبسا يهدي الإنسان سؤال واضح ومحدد وصريح وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة. أنت صليت الفجر؟ أنت صليت الفجر؟ ما صليتش الفجر. ليه؟ ما صليتش الفجر؟ ما صليتش الفجر؟ ليه؟ ليه؟ صليته في البيت. ليه؟ النساء هي اللي بتصلي في البيت. النساء هي اللي بتصلي. المساجد بنيت للرجال. وقت صلاة الفجر من أذان الفجر إلى طلوع الشمس، مش إلى أذان الظهر. أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء. النجاح مش ان انا اصلي الفجر، النجاح ان انا انزل اصلي الفجر في المسجد. كنت في مكان بعيد وصليت في مسجد الفجر، صلاه الصبح، صلاه الصبح، فوجئت ان ثلاثه اربعه ورا الامام. لو احنا عاملين جمعيه استهلاكيه ملحقه بالمسجد، وان كل واحد هيصلي مثلا في الجماعه هياخد له كيلو سكر ولا ياخد له ازازه زيت ولا ياخد له بتاع الكلام ده، سيحبو على بطن. هو ده الموضوع بقى، ان الفلوس تجيبك، الفلوس تجيبك وما تجيش لربنا، وما تجيش لربنا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أصلي الفجر ولا لا؟ أصلي الفجر ولا لا؟ اوعى ما تصليش الليل. اوعى ما دعوة حق وبيان يا قبسا يهدي الإنسان.